يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من الترند. حلقه اليوم في الحقيقه دسمه جدا، عندنا العديد والعديد من الاخبار المتنوعه سواء على الصعيد المحلي والصعيد العالمي، وقبل كل ده طبعا كل ما يتعلق بنادينا الحبيب النادي الاهلي وكل التفاصيل الخاصه باستعدادات النادي الاهلي خلال المرحله الهامه جدا الحاليه. كمان منتظرين تواصل حضراتكم معنا وتفاعلكم من خلال سؤال حلقة اليوم، وهو سؤال خاص بأداء المنتخب امبارح. رأيك فيه ايه؟ تقييمكم لأداء المنتخب بعد الفوز على فريق توجو او على منتخب توجو بنتيجة 1-0 في مباراة كان مهم من خلالها ان المنتخب يتأهل او ان هو يفوز عشان يواصل مشواره نحو التأهل لبطولة الأمم الأفريقية بإذن الله تعالى. فهناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الأخير من حلقة اليوم كما هو المعتاد. دايما البداية بتكون بأهم العناوين، يلا بينا. في ترند الأهلي، فحص طبي لمحمد هاني الثلاثاء. في الترند المحلي، بعثة المنتخب تغادر إلى توجو. أما في الترند العالمي، طبيب المنتخب معنويات محمد صلاح مرتفعة. تفاصيل كتيرة جدا جدا هتكون معانا بس بعد الفاصل، انتظروا. أهلا بحضراتكم من جديد. طبعا عايزين نبارك لكل المصريين عقب الفوز بالأمس على فريق توجو، فوز منتخب مصر في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون بإذن الله تعالى. ومباراة كانت مهمة أوي أن أنت تحصد الثلاث نقاط عشان تحاول تواصل مشوارك في هذه التصفيات نحو التأهل بإذن الله للبطولة أو بطولة الأمم الأفريقية. وإحنا امبارح لما كسبنا تساوينا مع منتخب جزر القمر في عدد النقاط. كلمة صعبة شوية إن إحنا نقول إن منتخب مصر بيتساوى في عدد النقاط في الصدارة مع منتخب جزر القمر، لأن إحنا منتخب مصر يعني اسم كبير جدا وأكتر منتخب فاز ببطولة الأمم الأفريقية في التاريخ يعني. لكن في كل الأحوال هي دي الظروف الحالية وهو ده شكل المنتخب الحالي يعني. فأنا بالتالي عايز أتكلم على ردود أفعال الجماهير المصرية على السوشيال ميديا تحديدا بعد انتهاء المباراة بالأمس. وأفعال يعني ردود الأفعال كانت ما بين البعض بينتقد، وهو الأغلبية في الحقيقة بينتقد منتخب مصر، والبعض الآخر شايف إن في ظروف هي اللي أدت للأداء السيء ده. لكن تقريبا يعني 80% من اللي بينتقدوا منتخب مصر شايفين إن الأداء تحديدا يعني لا شكل ولا أي منظر جيد أو مستوى جيد أو أداء حتى جيد بالنسبة لمنتخب مصر في مباراة الأمس. وبيتساءلوا يعني لسان حالهم كده، يقولوا إن إحنا يا جماعة طب ما إحنا في المجموعة الضعيفة قوي دي، معانا توجو وجزر القمر وكينيا وبنحارب عشان نصعد، وما إحنا هنعمل إيه في تصفيات كأس العالم؟ وبصراحة عندهم حق في الجزئية دي يعني إحنا المفروض معانا مجموعة سهلة في المتناول، يعني نقدر إن إحنا نصعد بسهولة، ما نبقاش في الضغوط اللي احنا فيها دي في المنافسه يعني. وما احنا هنعمل ايه في كاس العالم؟ تصفيات كاس العالم هنعمل فيها ايه؟ هنتاهل لكاس العالم، مع ان كاس العالم ده بقى مطلب اساسي ورئيسي، ومفروض بقى ده من الاهداف الاساسيه عند كل المصريين، ان انت دلوقتي اهم حاجه انك توصل نهايات كاس العالم، مش تقعد سنين كتير جدا ما توصلش وتوصل بعد فتره كبيره وكلام من ده. ف يعني حاجه صعبه شويه الاداء امبارح، وده كان رد فعل الجماهير يعني المصريه او 80% منهم تحديدا. وبالتالي نتمنى يعني ان المنتخب يبقى افضل خلال المرحله اللي جايه. ومع الوضع في الاعتبار ان في الحقيقه يعني اللجنه الخماسيه في الاتحاد المصري لكره القدم بذلوا كل المجهود المناسب لمسانده ودعم الجهاز الفني لمنتخب مصر والمنتخب ككل، المنتخب الاول تحديدا، لكن المردود ما يساويش ابدا يعني الجهد اللي بذلته اللجنه الخماسيه ورئيس اللجنه الخماسيه الاستاذ عمرو الجنايني في الحقيقه. لكن نتمنى في كل الاحوال ان القادم يكون افضل. والبعض كمان ذهب لجزئيه اخرى وهي تغيير في الجهاز الفني، واحنا لازم نغير الجهاز الفني. انت كده عندك مجموعه من اللاعبين المميزين اللي باي مدير فني يقدروا يقدموا يعني اداء افضل من كده، لكن برضو الاتجاه ده يعني غير مناسب خلال الفتره الحاليه. في مدير فني موجود لازم يكون ليه كل الدعم والمسانده، ولازم يكون فيه اداء وشكل افضل من كده، ومفيش مفروض يعني ما يبقاش فيه خلق لاي اعذار، لان انت منتخب مصر عندك جيل مميز جدا من اللاعبين بصراحه يعني. عندك الاهلي والزمالك في نهائي افريقيا، عندك بعض المحترفين المميزين وحاجه جيده كمان. ممكن كمان نفس الناس ال 80% اللي بتكلم عنهم دول بيتكلموا على ان المنتخب تاثر بغياب صلاح.
وده حقيقي، محمد صلاح نجم عالمي من احسن لعيبه في العالم، ما حدش يقدر يختلف على كده. لكن احنا ممكن نزعل قوي قوي لما محمد صلاح يغيب عن المباريات الكبيره، المباريات المهمه، المباريات اللي تبقى في بطولات وادوار فاصله في هذه البطولات، يعني بطوله الامم الافريقيه في كاس العالم نزعل. لكن لما تكون مباريات بهذا الحجم وبهذا المستوى من المنتخبات اللي انت بتقابلها، يعني كامل احترام وتقدير ليهم، المفروض انك ما تزعلش على غياب محمد صلاح، لان انت عندك عناصر كويسه رغم الاعتراف كامل وموجود طبعا بالامكانيات العالميه عند محمد صلاح، وانه طبيعي ياثر على اداء منتخب مصر في حاله غيابه. ده فيما يتعلق بال 80% اللي شايفين ان المنتخب يعني الاداء كان لا شكل ولا طعم ولا خطه ولا اي حاجه. ال 20% الباقيين يعني مش قادرين يقيموا شويه المنتخب، هل ممكن المنتخب يتحسن مع الكابتن حسام البدري او لا، مش قادرين يقفوا على النقاط اللي محتاجه تظبيطات شويه عند منتخب مصر، لكن في نفس الوقت هم متفقين ان المفروض يبقى في احسن من كده بكتير بالنسبه لمنتخب مصر والجهاز الفني للمنتخب. انا بصراحه مش عايز اقف عند الراي ده ولا الراي ده، انا استوقفني في الحقيقه تصريح مهم جدا من الكابتن حسام البدري ولازم اقف عنده. يعني كابتن حسام البدري امبارح بعد المباراه يعني اتكلم وكان مصر جدا جدا في احاديثه عقب المباراه في مختلف وسائل الاعلام انه ينتصر لوجهه نظره، وهو قال تصريح هو ما كانش موفق فيه في الحقيقه خالص وما كانش في محله. يعني التصريح ده لما قال ايه؟ قال انا رمضان صبحي الناس انتقدتني ان انا خدت رمضان صبحي، ايه رايكم في رمضان صبحي اهو؟ يعني كانت وجهه نظري صح. فانا عايز اقول للكابتن حسام، يا كابتن حسام بعد اذن حضرتك، يعني حضرتك مدرب منتخب مصر مش مدرب رمضان صبحي، حضرتك مدرب منتخب مصر مش مطلوب من حضرتك ابدا ابدا انك تقول انا كانت وجهه نظري صح في اختيار سين او صاد خالص. انت بتدرب والمدير الفني للمنتخب ككل مش لعيب بعينه، وبدل ما حضرتك يا كابتن حسام تحاول تنتصر يعني ليه وجهه نظرك وان انت كنت صح. وطبعا بالمناسبه يعني الشيء بالشيء يذكر، كلنا في ظهر اي لعيب هيلبس تيشيرت منتخب مصر، لان المصلحه واحده، المصلحه العامه هي الاهم، مصلحه المنتخب هي الاهم، ده امر مفروغ منه. لكن ما احاولش بقى انا كمدير فني احاول انتصر لوجهه نظري عشان البعض انتقدني، مش البعض ده الكل انتقد الكابتن حسام البدري انه اختار اللعيب بعينه يعني. فبدل كده كنا منتظرين من الكابتن حسام بصراحه ان هو يطلع يقول لنا اسباب المستوى المتدني من المنتخب في مباراه الامس، لدرجه ان الجمهور المصري خايف جدا قبل مباراه العوده او مباراه الجوله الرابعه في التصفيات اللي هتكون بعد بكره باذن الله يوم الثلاث في توجو. فكنا منتظرين من الكابتن حسام توضيحات اكتر، ايه السبب في ان احنا ادائنا كده؟ طب الحلول عشان يبقى ادائنا في تطور مستمر او يبقى شكلنا افضل يعني، او عشان تخاف مننا المنتخبات الافريقيه، خصوصا ان احنا عندنا عناصر قويه جدا ومميزه جدا من اللاعبين، سواء لاعبين محليين او محترفين يعني. لكن الكابتن حسام البدري يعني اهتم قوي ان هو يقول يا جماعه انا الصح، انا وجهه نظري اللي مظبوطه 100%. مفيش مشكله، لكن لازم الاهتمام كله يكون بمجموعه اللاعبين بالكامل في المنتخب وبمصلحه المنتخب العامه، وده اهم شيء يعني في الحقيقه. فدي الملحوظه اللي حبيت اتكلم فيها برضو مع حضراتكم وحبينا ان احنا نتكلم فيها. لكن في كل الاحوال احنا بنتمنى كل التوفيق طبعا للاداره الفنيه للمنتخب الوطني، لان زي ما قلت لحضراتكم المصلحه عامه ومصلحه واحده، واحنا عايزين المنتخب يكون في احسن صوره ليه، سواء من كابتن حسام البدري هو المدير الفني او غير الكابتن حسام البدري هو المدير الفني. احنا ايام مستر هيكتور كوبر ما كانش عاجبنا الاداء، كان بيحقق الراجل نتائج وبيحقق اهداف مهمه جدا، لكن في نفس الوقت الاداء ما كانش عاجبنا. وجمهور الكره المصريه بصراحه بيبقى عايز يستمتع بالكوره، يستمتع باداء المنتخب، وده حقه مشروع، يعني جمهور ذواق جدا حياته كلها كره القدم. الكلام ده احنا ما شفناهوش ابدا امبارح بخصوص منتخب مصر. عايز كمان اتكلم على اللقطه بتاعه طارق حامد امبارح لما شفنا كده لقطات ليه بعد نهايه المباراه وهو اي حاجه قدامه بيشوطها وكلام من ده. برده يعني طارق حامد لاعب كبير جدا، ما حدش يقدر يختلف على كده، ولاعب مهم جدا في صفوف منتخب مصر، لكن لازم الروح تبقى واحده، ويبقى الهدف عند كل لاعب في المنتخب مش ان هو يلعب اساسي، لا، الهدف ان المنتخب يبقى كويس، سواء لعب طارق او لعب سوليه او لعب اي لعيب يعني.
الأهم إن أنت تتكلم في مصلحة المنتخب، لكن كل الاحترام لأي لاعب يحمل تيشيرت منتخب مصر، لكن هي كانت واقعة يعني ناس كتير جدا اتكلمت عنها. وفي كل الأحوال نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر. سريعا قبل ما أطلع فاصل، عايز أتكلم معاكم على بعض الأخبار اللي بتخص المنتخب، وتحديدا اتحاد الكرة النهارده بيشكر الكاف ويطالب بالعدالة التحكيمية. وامبارح شفنا يعني ان منتخب مصر كان ليه حوالي على الاقل ضربتين جزاء ما حسبهمش الحكم، حكم المباراه. فاتحاد الكره يعني بعت خطاب للاتحاد الافريقي وشكروا على المباراه والمستوى بتاع التصفيات وكل هذه الامور الطبيعيه يعني، لكن طلب يعني ان يكون في مراقبه بشكل اكبر على الحكام، لان الاخطاء دي ممكن تؤثر طبعا بشكل او باخر على مشوار المنتخب التصفيات. واحنا عارفين المرحله دي ما فيهاش فار، حتى بصراحه لما بيبقى فيه وجود فار الاخطاء التحكيميه موجوده في افريقيا لازم نشوف حل. حتى الان ما فيش اي حلول مناسبه للحكام الافارقه يعني داخل القاره، لكن نتمنى يعني. بعثه المنتخب الوطني كمان هتغادر الى توجو، او غادرت خلاص ظهر اليوم، ان شاء الله يوصلوا بالسلامه، ونتمنى ان هم يرجعوا بثلاث نقاط جدد في مشوارهم. وكمان عايز اطمن جمهور منتخب مصر على سلبيه مسحه المنتخب اللي اتعملت بعد المباراه، كل سليم الحمد لله. محمد هاني خرج بره حسابات المنتخب وما سافرش، هتكلم في تفصيله محمد هاني بعد الفاصل. وكمان عمرو السوليه غادر بسبب الايقاف لانه خد الانذار الثاني في مباراة الأمس. طيب ده فيما يتعلق بمنتخب مصر وبعض الملاحظات المهمة جدا اللي اتكلمنا فيها مع حضراتكم. بعد الفاصل عندي كلام مهم قوي وأمور بتتعلق بالنادي الأهلي واستعداداته خلال المرحلة الحالية، وأحاديث مفصلة عن بعض اللاعبين سواء محمد هاني والتفصيل الخاصة بإصابته، عمرو السولية وكمان مروان محسن. كل ده هيكون بعد الفاصل، استنونا. طيب مهم جدا بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي اخر اخبار الفريق، وانا عايز ابتدي شويه بمحمد هاني لان الكلام كتير عن محمد هاني بعد استبعاده من المنتخب وبعد اصابته. الاصابه باذن الله بسيطه، عباره عن جزع في الرباط الخارجي للركبه، المده لم تتحدد بعد. يوم الثلاثاء ان شاء الله هيبقى في فحص طبي للاعب، وبناء عليه هيبقى في برامج علاجيه وتاهيليه خاصه بيه، ومن ثم ان شاء الله يشارك في التدريبات الجماعيه. متفائل جدا جدا ان محمد هاني باذن الله هيلحق المباراه الخاصه بنهائي بطوله دوري ابطال افريقيا، لا داعي للقلق. باذن الله الامور مطمئنه بالنسبه لمحمد هاني، وهنطمن اكتر يوم الثلاثاء لما يبقى في فحص طبي على ركبه اللاعب باذن الله تعالى. ده فيما يتعلق بمحمد هاني. كل ما بنقرب شويه من النهائي بتاع دوري ابطال افريقيا فبتلاقي الكلام كتير على لعيبه الاهلي، وبتلاقي البعض بيحاول يختلق بعض الازمات وبعض الاحاديث اللي ملهاش اي موقع من الاعراب في توقيت يعني الهدف منه ان انت تشتت اذهان اللاعبين قبل النهائي الافريقي. فانا عايز ابتدي بمروان محسن، ومروان محسن امبارح الكلام كان على ان تم القبض على مروان محسن وان هو موجود في الاسم وفي النيابه والدنيا قامت ما عادتش وكلام من الموضوع. يا جماعه ابسط من البساطه، وهنقول لحضراتكم الكواليس بالظبط بمنتهى الدقه عشان نوضح كل الامور لحضراتكم. ايه اللي حصل امبارح بعد التمرين؟ مروان محسن في طريقه للبيت مروح، فبالتحديد في منطقه الدقي، في اشاره كده في شارع معين في منطقه الدقي، فالاشاره كانت يعني واقفه، الراجل ما بيتحركش فابتدى يتحرك، ففجاه واحد سايق عجله قطع الطريق على مروان محسن يعني دون قصد، يعني الراجل بيعدي بس ما التزمش بالاشاره المروريه يعني. فبالتالي مروان خبطه، الراجل وقع فكان بيتالم شويه، فبالتالي مروان وكان في زي ضابط شرطه موجود في المكان ده، فقرروا ان هم يطلبوا الاسعاف. جت عربيه الاسعاف خدت الراجل. مروان طبعا في البدايه لما وقع الولد ده فنزل يعني ما جريش ولا حاجه، الراجل نزل من عربيته وحاول يطمن عليه، لما لقى الراجل بيتالم راح طلع قدام شويه بالعربيه ركن على جنب عشان ما يعملش ازدحام مروري، ورجع للراجل عشان البعض قال لك ان هو خبط وجري وحاجات غريبه وتم القبض وكلام من ده. رجع للراجل اللي بيتالم، طلبوا الاسعاف، راحوا بيه المستشفى. الضابط طلب من مروان قال له بعد اذنك بس تبقى موجود معانا في القسم بس شويه كده نشوف الاجراءات ومش عارف ايه، اتعمل محضر بالواقعه، وبعد كده تم التصالح والقصه انتهت. مفيش اكتر ولا اقل من كده يعني، الموضوع انتهى تماما ومفيش اي مشكله والامور بسيطه، وحاجه او حادث بيحصل يعني
لناس كتير جدا في الطريق. يعني طبعا مروان بالنسبه له الدنيا بتتضخم شويه عشان هو لعيب في النادي الاهلي وعشان هو نجم في النادي الاهلي ومنتخب مصر، لكن في كل الاحوال هي قصه زي ما انا حكيتها لكم بالظبط كده، والقصه انتهت وما فيش اي مشكله خالص. ده فيما يتعلق بمروان، واللاعب بنفسه راح معاه مع الراجل اللي اتخبط وكان معاه في كل لحظه وما فيش اي حاجه، عشان الناس قالت ان تم القبض على مروان وتم تهويل الوضع. ده فيما يتعلق بمروان محسن. عمرو السليم، وخلال الساعات السابقة كده يعني فيديو انتشر للاعب وهو بيتكلم عن عرض احتراف خارجي وتسريب المكالمة لعمرو السولية وأمور بصراحة زي ما بقول لحضراتكم، كل ما هتيجي تقرب على المباراة النهائية انتوا عارفين كويس قوي ان في بعض الأشخاص اللي بيبقى ليهم مصلحة في تسريب مثل هذه المكالمات ومثل هذه الأمور عشان يشتتوا أذان اللاعبين، لكن أنا اللي عاجبني أن الجمهور الأهلي لا يتأثر أبدا بمثل هذه الأمور. بالمناسبة اللي حصل ده أو المكالمة دي كانت قديمة قوي قوي، يعني من حوالي أكتر من سنة ونص بالنسبة لعمرو السولية. التوقيت بتاع نشرها واضح جدا أن الهدف منه إيه. يعني الكلام بقى اللي في المكالمة هو يا جماعة عشان برضو نبقى يعني بنتكلم مع بعض بوضوح، طموح مشروع عند اي لعيب ان هو يكون عايز يحترف، لكن كان الاساسي ان هو يحترف من خلال النادي الاهلي يعني. ودايما لما بالمناسبه عمرو السولية جاله عروض والاهلي رفضها واللاعب ملتزم جدا وحابب ان هو يكون موجود في الاهلي، مفيش اي مشكله يعني. يعني انا اللي عايز اقوله يا جماعه ان احنا او مش عايزين ندي فرصه لحد يهول لنا الامور ويهول المواضيع عشان ياثر على اللاعبين ويشتت اذهانهم قبل النهائي الافريقي يعني. فبالتالي قصة مش محتاجة هذا الكم من الأحاديث على السوشيال ميديا أو وسائل الإعلام المختلفة. وعمرو السولية أحد الركائز الأساسية في صفوف منتخب مصر وفي صفوف النادي الأهلي، الراجل عمره ما قصر في حق النادي الأهلي ودايما بيبذل كل المجهود اللي بيمتلكه داخل أرضية الملعب. وخلوا بالكم خلوا بالكم على مدار الفترة اللي جاية دي لحد يوم 27 هتلاقي أخبار زي دي كتير، وهتلاقي امور ملهاش اي لازمه بيتم نشرها عن لاعبي النادي الاهلي، سواء البعض منها ممكن يكون صحيح البعض الاخر يكون خاطئ، لكن في بعض الاحيان لازم احنا ناخد الامور بمنتهى المنطقيه دون اي تضخيم عشان مصلحه اللاعبين ومصلحه الفريق وقبل نهائي مهم وغايه في الاهميه بالنسبه للنادي الاهلي. فدي الامور اللي تتعلق سواء محمد هاني، مروان محسن، وعمرو السولية. طيب اخر اخبار الفرقه، والنهارده الفريق كان عنده مران صباح اليوم. مران كان مهم من ضمن التدريبات المهمه بالنسبه للفريق خلال المرحله الحاليه، وتحديدا عايز اتكلم مع حضراتكم في ابرز ملامح المران في البدايه قبل ما اقول لكم اخبار بعض اللاعبين. كابتن سيد عبد الحفيظ النهارده اجتمع مع مستر بيتسو موسيماني واتكلم معاه في بعض الامور الاداريه المتعلقه بالتحضير للمرحله المقبله. كمان النهارده انتظم صالح جمعه وكهرباء في مران الفريق بعد ما كانوا خدوا اذن امبارح بالغياب عن هذه او عن مران امبارح بالتحديد. والمران النهارده كان فيه بعض الفقرات الترفيهيه بخلاف طبعا اللقطات اللي حضراتكم شايفينها على الشاشه قدامكم، والتدريبات يعني متنوعه ومهمه جدا بالنسبه للفريق طبعا تحت اشراف الجهاز الفني ومستر بيتسو موسيماني. النهارده موسيماني كمان اطمن على محمود وحيد، واحنا عارفين محمود وحيد عنده زي تقل في العضله الخلفيه، اتكلم معاه كده في جلسه ما خدتش دقيقتين ثلاثه واطمن على انه اللاعب باذن الله هيكون جاهز خلال المرحله اللي جايه، بيعمل بعض التدريبات التاهيليه في الجيم وبعد كده هيشارك في التدريبات بشكل طبيعي. طيب خليني اقول لحضراتكم ان بكره هيكون الاهلي راحة من التدريبات ويستأنفوا تدريباتهم يوم الثلاث ان شاء الله تعالى، وفيما يتعلق ببدر بنون وموعد انتظامه في التدريبات في النادي الاهلي، طبعا بدر بنون احد اللاعبين المميزين جدا اللي تم التعاقد معهم، هينضم للتدريبات الجماعيه مع الفريق باذن الله بدايه من الاسبوع المقبل. كمان من ضمن الاخبار سريعا النهارده طاهر انتظم في مران الاهلي، مش تدريبات طبعا مع المجموعه بشكل طبيعي، لا هو عنده اصابه في العضله الاماميه شد كده بسيط، هيعمل بعض التدريبات العلاجيه والتاهيليه وبعدين بعد 10 ايام من دلوقتي بالكثير هيشارك في التدريبات الجماعيه مع الاهلي. علي معلول وديانج وجيرالدو طبعا متواجدين مع منتخبات بلادهم في التصفيات المؤهله لبطوله الامم الافريقيه، هينضموا لتدريبات النادي الاهلي باذن الله، يوصلوا يوم الخميس وينضموا للتدريبات على طول مع الفرقه ان شاء الله، يوصلوا بالسلامه ويكونوا سالمين باذن الله بدون اي اصابات عشان يكونوا جاهزين للنهائي الافريقي. دي ابرز الامور اللي بتتعلق باخر اخبار النادي الاهلي. هروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل فقرات الترند النهارده، يلا بينا.
اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نشوف ترند الاهلي واهم الامور اللي اتقالت عن النادي الاهلي في السوشيال ميديا، تحديدا نبتدي بالحساب الرسمي للنادي الاهلي على فيسبوك واللي قال وجه جديد يشارك في مران فريقنا اليوم على ملعب التتش، في اشاره طبعا للمشاركه الاولى لطاهر محمد طاهر نجم الاهلي الجديده. هي مشاركه مش في التدريبات مع المجموعه طبعا زي ما حضراتكم عارفين بسبب الاصابه، عنده بعض التدريبات التاهيليه والعلاجيه عشان يتعافى ومن ثم يشارك في التدريبات الجماعيه. خلينا نروح لحساب في الجول على انستغرام وبيقول 13 يوم اعتقد 12 مش 13 يوم على نهائي القرن، طبعا مباراه كبيره جدا من تفوق على الاخر في 8 مواجهات جامعه الاهلي والزمالك بدوري ابطال افريقيا. وهنا يعني في اشاره ان التفوق كان للنادي الاهلي فاز 2-1 وبعد كده 2-0 والاهلي فاز ثاني 2-1 وبعد كده كان في تعادل 2-2 فوز الاهلي 1-0 تعادل 1-1 الزمالك برضو مع الاهلي 1-1 والاهلي فاز على الزمالك 4-2 في اخر المباريات. يعني الزمالك ما انتصرش وما بس كل ده مش مقياس ابدا، نادي الزمالك نادي كبير ونادي محترم ومباراه غايه في الصعوبه غايه في الصعوبه وما نقدرش نتوقع مين الفائز. كل تمنياتنا ان شاء الله للنادي الاهلي ان هو يكون بطل افريقيا باذن الله تعالى. طيب وزير الرياضه عن حضور الجماهير لنهائي الابطال، سننفذ تعليمات الكاف. انا هقول لحضراتكم الخبر الشبه الاخير بخصوص جزئيه حضور الجماهير للمباراه النهائيه. حتى اللحظه اللي بتكلم فيها حضراتكم دلوقتي كده مفيش جماهير هتحضر مباراه الاهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا، والحضور هيكون مقتصر على 25 فرد من الاهلي و25 فرد من الزمالك. بيتمثلوا في مين؟ بيتمثلوا في مجالس الادارات لفرقتين والاداره التنفيذيه لكل نادي. حتى هذه اللحظه لا مش هيكون موجود اي عدد من الاعداد الخاصه بالجماهير، و25 فرد من هنا و25 فرد من هنا زي ما قلت لحضراتكم الا اذا جد جديد، لكن هو ده الاقرب بنسبه تفوق ال 95% واكثر كمان. طيب خلينا نروح لخبر اخر وهو خاص بعمرو سليه، واحنا خلاص اتكلمنا في تفصيل عمرو سليه وتصريحات لوكيله على الفيديو اللي كان طلع الفتره اللي فاتت دي، بس خلاص احنا اتكلمنا في الجزئيه دي بشكل نهائي. برضو من ضمن الاخبار اللي منتشره خلال الفتره اللي جايه ومش في توقيتها اطلاقا لكن الكل بيحاول يجتهد، من سوبر كوره على فيسبوك الاهلي يفاوض جيرالدو على انهاء تعاقده مجانا. كل الامور دي يا جماعه غير رسميه وغير حقيقيه بشكل رسمي حتى الان، كلام ودي بيحصل او بتاع دي حاجه ما نقدرش نتكلم فيها الله اعلم، لكن جيرالدو لاعب مهم جدا في النادي الاهلي ومحتاجينه جدا 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 في نهائي دوري ابطال افريقيا ايا كان ايه اللي هيكون بعد هذا النهائي. طيب من ضمن برضو التقارير وانا بحاول اقرب مع حضراتكم ونتكلم في كل جزئيه تتعلق بالنادي، الوطن سبورت على تويتر بيقولوا ان في تدخل من الموسيماني، الاهلي يفاوض سيرينو للمره الاخيره. برضو بشكل رسمي وانا بتكلم مع حضراتكم من خلال شاشه قناه الاهلي مفيش اي حاجه رسميه بخصوص هذا الاتجاه، الله اعلم دي امور خاصه بالجهاز الفني ويعني المسؤولين عن الكره بالنادي الاهلي في انتظار اي امور رسميه. نتمنى كل التوفيق في كل الملفات الخاصه بالنادي الاهلي. هروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل، يلا. طيب دلوقتي معاد الترند العالمي نشوف ايه ابرز الامور والاحداث العالميه على مستوى العالم، وتحديد نبتدي بحساب في الجول على تويتر واللي بيقول بقيمه او بقيمه 1.5 مليار جنيه استرليني صلاح ضمن التشكيله الاغلى في العالم حسب مرصد كره قدم سي اي اي اس، وقالوا ان صلاح يعني قيمته 195 مليون استرليني. طبعا نجم كبير من نجوم الكره العالميه مش المصريه بس محمد صلاح، ان هو يكون متواجد في التشكيله دي فده امر يدعو للفخر في الحقيقه. خلينا نروح لخبر اخر وهو يتعلق بمباراه الامس ما بين اسبانيا وسويسرا واللي شهدت اهدار سيرجيو راموس لضربتين جزاء، فبالتالي لويس انريكي طبعا المدير الفني لمنتخب اسبانيا كان ليه تصريحات عقب المباراه واتكلم فيها بخصوص اهدار راموس لركلتي جزاء، وقال ان الراجل يعني كان عنده 25 ضربه جزاء قبل كده جابهم او احرزهم او نجح في احرازهم بشكل متتالي، 25 ضربه جزاء قدر ان هو يحرزهم، فبالتالي مش هقدر انتقده او ان انا اعلق عليه، ده كلام لويس انريكي بخصوص اهداره لركلتين الجزاء دول. وقال كمان لو كان في ركله جزاء ثالثه ورابعه كنت هخلي سيرجيو راموس هو اللي يشوطها لان هو متخصص في ركلات الجزاء، ودي تصريحات المدربين كما يجب ان تكون في الحقيقه يعني. طيب خلينا نروح لجزئيه اخرى وهي خاصه بالحساب الرسمي للمنتخب الفرنسي على تويتر والنشر تصميم خاص باحتفال الاحتفال المنتخب الفرنسي بالوصول للمباراة النهائية لدوري الأمم الأوروبية بعد الفوز على البرتغال بهدف ليلة شيء. امبارح كانت مباراة مهمة وقوية جدا ما بين فرنسا والبرتغال وانتهت بفوز فرنسا بهدف ليلة شيء، أحرز الهدف نجولو كانتي طبعا نجم وسط تشيلسي،
واخر خبر كمان من اس اريبيا واللي بيتكلموا عن المنتخب الفرنسي عقده كريستيانو رونالدو. الراجل لعب 6 ماتشات قدام المنتخب الفرنسي ما قدرش ان هو يحرز فيهم اي اهداف. طيب ده كان الترند العالمي. خلينا نروح سريعا للمشاركات وتفاعل جمهور النادي الاهلي او تفاعل الجمهور المصري على سؤال حلقه اليوم وبخصوص رايهم في اداء منتخب مصر امام توجو بالامس. نبتدي بالعمراني العمران، قال اداء ضعيف لا يليق بمنتخب مصر. احمد سيد قال اداء سيء للغايه. محمد محسن قال جيد. رحيم الاهلاوي قال طبعا اداء مش كويس بس اسبابه معروفه وهي ازمه كورونا وما كانش في معسكرات ولا مباريات وده عشان كده ما فيش انسجام، في يعني كلام في خصوص هذا الاتجاه. واخيرا عبده او ابو رغده تحديدا قال اداء سيء لمنتخب مصر. نتمنى ان شاء الله المنتخب مصر في مباراه يوم الثلاثاء امام توجو هناك في توجو انه يظهر بشكل افضل من كده، والاهم طبعا في كل الاحوال الفوز وحد 3 نقاط اخرى في مشوار التصفيات باذن الله تعالى. دي كانت حلقتنا النهارده من ترند، استنونا في حلقه جديده بكره من نفس البرنامج باذن الله. الى اللقاء.